Le cinéma algérien est à l'honneur, Lila Finassesma. Nous avons parlé d'un film جديد, Zabana, qui va sortir prochainement dans les salles de cinéma à Zaïre. Nous accueillons le mخرج et le ممثل Saïd Oued Khalifa et Imad Benchelli. هذه الموسيقى نتاع الفيلم اللي نسمع فيها. مرحبا بكم. سعيد انت مخرج فيلم زبانة وانت تونس تعرفها بالكدا. شوية. خاطر مولود في تونس. مولود في عين درام. في عين درام. مرحبا بك. تعرف تونس؟ شوية. 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 يطلع اون فاكونس. على كل حال مرحبا بكم زوز. اليوم باش نحكيو على الفيلم هذا زبانة. هو مهم برشا بالنسبة للجزائريين وللمغرب الكبير على خاطر يحل صفحة من صفحات تاريخ حرب الاستقلال. نقولوا سيت اون سوبر برودكسيون. قبل ما نبداو نحكيو نتفرجوا في البوندانوس نتاع زبانة. Et en application d'une décision de justice à l'encontre des accusés Ahmed Zabana et Abdelkader Farage par guillotine. أيها الشعب الجزائري، وناظروا القضية الوطنية. أنتم اللي رايحين تحكموا علينا. الهدف من نشهد النداء هو توضيح الأسباب العميقة اللي دفعتنا باش نقدموا لكم برنامجنا اللي باغيين به نحقوا الاستقلال الوطني. وهذا في إطار الشمال الإفريقي. أيها الجزائري، ندعوك باش تفكر في هذا الميثاق، ومن واجبك باش تكون معانا لإنقاذ البلاد. جبهة التحرير جبهتك، وانتصارها هو انتصارك. أما احنا العازمين على مواصلة الكفاح، رانا واثقين من مشاعرك ضد الإمبريالية، ورايحين نقدموا لهذا الوطن أغلى ما عندنا. أمين سبنا. Né en 1926 au Douar-el-Ksahar, demeurant à Oran, le tribunal de la Cour pénale des forces armées d'Oran vous a déclaré coupable de faits criminels et condamné à la peine capitale. On a tous les matins, on voit avec nous ici pour nous débattre les nouvelles sur le pays, d'entrer ou de sortir. في القانون الشك دائما يكون في فائدة المتهم. Monsieur Gaston de Fer, je suis contre l'exécution des nationalistes algériens. Monsieur François Mitterrand, je suis pour. إخراج سعيد ولد خليفة. فيلم نوار ثقيل شوية نجم ثقيل كما كانت حرب كما كان الاستعمار والحرب حرب التحرير يعني يدون لا شير دو بول هكا يحكي على آخر أيامات زبانة قبل إعدامه آخر أيامات المناضل الأول اللي حكموا عليه بالإعدام ومات كان عمره 30 سنة لما مات رجعوا الجيوتين وقتها الجيوتين تنحات وفرانسوا ميتيران اللي كان وقتها وزير وزير العدل العدل وزير العدل هو رجع الجيوتين رجع الجيوتين ومن 19 جوان 56 إلى 1962 222 مناضل جزائري حكموا عليهم بالإعدام وماتوا بالمقصلة بالجيوتين
ريناه سوبر برودكسيون كيفاش عملتوا المونتاج فينانسيير كتحكي لنا شويه؟ يعني المونتاج فينانسيير كما في تونس كما في الجزائر كما في المغرب العبد يتحايل مع تولي بيدجي ولي فينانسمون، مي المره هذه يعني المبادره نتاعنا كان مساندها وزاره المجاهدين وزاره الثقافه هما يعني اللي دعموا الفيلم وشجعونا على والتلفزه زاد الجزائري. التلفزه هاي جايه هاي في الطريق. في الطريق. عماد احمد زبانه شخصيه ماهيش معروفه برشا رغم اهميتها نجم نقولوا في اندلاع حرب الاستقلال. كيفاش بدات رحله البحث على الشخصيه هذه بالنسبه لك انت؟ هي في البدايه كان كاين كاستينغ بيان سور. الكاستينغ هذا انا مسيو سعيد ولد خليفه مع ليكيب دو فيلم جاو داروا كاستينغ عندنا في ولايتنا احنا في مستر غانم في الغرب الجزائري. بون انا ما كنتش جيتي با بريزون في الكاستينغ مي كاع هكا من يكون حاجه مكتوبه مكتوبه تسمى انا ما درتش كاستينغ مي بور الكاستينغ فينال الجي اون مابلي تسمى اون امي ا موا لا بروبوزي مون بروفيل. ذكروا لي انت ممثل مسرحي ممثل مسرحي في مستر غانم مسرح الموجات وهذه اول تجربه ليك في السينما بيان سور بارك الله ديريكت بروميي رول فوالا. دونك فوالا الكاستينغ كان كيما هكا تسمى انا ما درتش كاستينغ مي جو لي راتي mais une amie a proposé mon profil, mon CV, l'assistante à Saïd. Bon, ils m'ont appelé pour le casting final et bon, le casting fait bien. Ma Saïd, quand même, une complicité bien ou bien. C'est un projet de vie, je me coule, le film. Pourquoi tu dis que tu es sérieusement, je me coule. Bon, on a Zabana, on a vu qui m'a gagné, je sais rien, on a ça, Zabana, on a fait le programme, on a fait la scolarité, scolaire, bien sûr, on a ça. نعرفوا زابانا سي اول شهيد مقصله هو شهيد مقصله ما نعرف عليه والو ابار زعما هاد الصوالح لي بيتي ديتاي مين بدا الفيلم بيان سور مين قال لي راه عندك لو بروميي رول بدات تخدم عليه بدات تخدم على لو رول بدات تخدم اولا سيتي فيزيك ديجا باسكو هو الى امبوزي سعيد خليفه مسيو سعيد خليفه الى امبوزي ان ريجيم اليمونتير بون انا درتو باسكو جيتي موتيفي بور الفير درتو جي بيردو جافي با لو شوا جافي با لو شوا بون جافي با لو شوا اوسي اون مانك دي زونتري اون مانك دي زونترينمون اون زيد ميليتير بوليسيير فوالا وي سا سيتي لا دوزيام سي لا دوزيام والسؤال بتاعي متوجه لك زاد ليك انت يا سي سعيد خاص سيتي ان بروجي دو في هذايا معناتها جو نقولوا نعم عملت خدمه ارشيفاج بور ليستوار اي بور لا ميموار وي وي مي اون لو يعني اون لو سافي با ترو او ديبي خاطر سينو موا ميم جوري ان تي بو ابوندوني مي جو سوي با يعني باسكو سكون اماسي كوم دوكيومونتاسيون سيت ان ايماجينابل سا اوري ديكوراجي نيمبورت كي سورتو ان سينياس كي ني با ان هيستوريان اون فيت با فونكسيون ديستوريان اون فو راكونتي اون باج دو ليستوار دو لالجيري دونك دو ماغريب اترافير لو ديستان دان انديفيدو Et donc, mais maintenant, je peux dire que c'était quelque chose de colossal. Tu as fait beaucoup de travail de reconstitution de scènes. Nous avons fait toutes les archives aujourd'hui en France. Est-ce que Haloul Kelbiben Kbar ou Haloul Kija chauffe les archives de Tamal Khemt de la reconstitution? Haloul Kelbiben, à double tour. Haloul Kelbiben, hâte, je me coule la veille, Salah Limalouetti, Fikan. احكي لي عليها هذه الحكايه لافي كنتوا مبرمجين باش تعدوا في كان وبعد ما عرفتش علاش يعني ما كناش مبرمجين رسميا باش العبد يبقى يعني موضوعي اوبجيكتيف ولكن الاخر يوم الفيلم كان يعني اللي تي دون لا شورت ليست بعد 17h لا في انا تكسبريس في جورنال الاكسبريس جوسكا 17h26 شو اللي صار علاش جيل جاكوب الى ديفوندو لو فيلم البريزيدون جيل جاكوب هو البريزيدون تاع كان هو اللي سندكم برشا وقال نعدي الفيلم ومن بعد الخمسه تاع العشيه ما عادش فما فيلم تفكروا باللي ثم انتخابات في فرنسا في 6 ماي ونذكروا باللي المهرجان بدا في 9 ماي ولا 10 ماي دونك انا نبغي نرجع معاك اكثر على لا بريباراسيون في لو تورناج ديال الفيلم يعني كتحكي واحد التاريخ اللي هو قديم بزاف الجزائر دابا ممكن يكون المعالم تبدلوا يكون بزاف ديال الحوايج تبدلات واش ما خلقش لكم هذا الشيء صعوبه؟ لا الامريكان وفرنسا مازالوا يتكلموا على الحرب العالميه الثانيه وعلى فيتنام وحنا نظن رانا في تونس الان نظن لازم نرجعوا الافلام يعني اللي تكلم على حرب التحرير في تونس
خاطر نتصوروا باللي الشعب نتاعنا يعرف تاريخنا. انا لون اكتشفت المشهد الموجود في الفيلم باللي في المعزبانة كانوا موجودين اثنين، واحد من المغرب واحد من تونس، محكوم عليهم بالاعدام في 56، كانوا مناضلين. وهذاك الوقت المناضلين يافي ميليتانتيزم ترانسفيرسال ما بين الجزائر تونس والمغرب يعني. تو تعديو من للفن الموسيقى معك أمينة، بيسكو روبريك نوفيل سين سي توت سويت. وي اليوم نوفيل سين با فريمون نوفيل، خاطر باش نستقبلوا ياسر جرادي اللي هو ميوزيسيان معروف على الاخر في بارتي دو كوليكتيف انتي الصوت. الموسيقى نتاعو قريبه شويه في لونجاجمون نتاعها وفي لي انسترومون والجونغ شوازي دو بوب ديلان. يلجو باغ اكزومبل لا جيتار دو كوليلي دو لارمونيكا و لي كو ميم كونو دو لا سين اندرغراوند دي فيو اي دي جون ونسمعوه توا دون زان مورسو دونت اي نو في لا سوربريز. ياسر جرادي. ديكالي نقولوا كوم توجور رجعوا بك مع فيلم زبانة. سي سعيد، الشخصية هذه كان تحكينا أكثر عليها.
كيفاش انت كومون فوز افي تريتي معناتها في الفيلم تاعك؟ Oui, ça rejoint ce, la question que vous m'avez posée. Yani, on s'imagine que quand on aborde des thèmes comme celui de la guerre de libération, ça va être un thème lourd, un sujet lourd et officiel. Et, là, on est à, après être passé de l'histoire de, du héros collectif Yann Echab, on a voulu montrer que On a voulu humaniser ce, ce, l'insan. L'insan, yani. L'insan. Massir Zabana, yani, c'est presque une légende. Quel homme se battait en ce moment, le Nidal. Ou, yani, il cinéma. قبل ما بدات بدايه الثوره في نوفمبر 4 1954 دال الجمعيه نتاعو تشوف فيفا زاباتا يعني سيتي دي كور اكسيليري اي سي و الى في لا موستاش دي رولفلين يعني سيتي كودي مي يعني دون دو ان افي كان سول اوبجيكتيف لي بوليتيك افي ايشوي هما ايز افي ديسيدي كو لا سوليوشن سيتي لا لوت ارمي Mais ce qui nous a, pardon, ce qui nous a, ce qui m'a intéressé, c'était le destin individuel de cette, de ce jeune homme. Justement, c'est Saïd Ahna Béchouchoufou en image. Zabata, Zabana, Zabana, le militant, ou Nadja Nahkiou. Mes chers parents, ما شير مير جو فوز اكري سون سافوار سي سيت ليتر سورا لا ديرنيير هكا بدا اخر جواب بعثو احمد زبانا لبوه وامه قبل ما يتنفذ عليه حكم الاعدام في 19 جوان 1956 ومن بعد يكمل vous avez accompli votre devoir puisque vous avez sacrifié l'être le plus cher pour vous احمد زبانا اتي غيوتيني في سجن بربروس في الجزائر بعد مشوار نضالي ما كانش طويل على خاطره توفى وعمره 30 سنه لكنه مليء بالتضحيات على خاطره كان عضو ناشط في الMLTD Mouvement National pour le Triomphe des Libertés Démocratiques ومن بعد كان ضمن جيش التحرير الوطني لالن تحكم عليه بالاعدام بعد ما نفذ عمليه اغتيال على حارس غابه فرنساوي نهار 31 اكتوبر 1954 ولا هو اول استقلالي جزائري يعدم بعد ما ساهم بشكل كبير في حرب التحرير في نوفمبر 1954 وموته ساهمت في قيام الباتاي دالجي اللي لليوم ما زالوا اثارها في العلاقه الجزائريه الفرنساويه في تونس وقبل 4 سنين من اعدام احمد زبانا تم اغتيال المناضل والنقابي فرحات حشات وبعد ب5 سنين عام 1961 تم اغتيال المناضل صالح بن يوسف في المانيا الفيلم زبانا من اخراج سعيد ولد خليفه يحكي على اخر حقبه نضاليه من تاريخ احمد زبانا والفتره اللي سبقت وفاته وسي ديرني مومون قبل اعدامه وقت اعدامه الجيوتين ما هبطتش على راسه كان في المره الثالثه N'est-ce pas un signe du destin ? واحد يمثل معناتها شاب يمثل زبانا نجم نقولوا معناتها يحلم به اي ممثل الغول هذايا. وي بيان سور بون انا ما كنتش قاعد نتوقع زعما غادي يكون عندي في لا بخومييغ اباريسيون تاعي البخومييغ بروجي نديرها يكون عندي ان بخومييغ رول. مي مليحه مي سي سي اون ريسبونسابيلتي مسؤوليه كبيره بون انا كون جي ابري كو جي لو بخومييغ رول هذا زعما جيتي كونتون D'un autre côté, j'étais anxieux, j'avais peur, j'étais stressé. Heureusement qu'il m'a aidé, il a les ma khdem ou tchouf. Donc voilà, c'était... Et justement, on a habité à la responsabilité un peu, comme Zouz, je me disais, voilà. Souhait, la responsabilité, l'Ium Kibir Aïsr, dans le tarif de l'Jazair, je trouve des problèmes avec la France, avec la relation qui était difficile avec la France, qui est toujours fraîche. On voit même aujourd'hui des films comme Ogla Loi, qui ont créé des problèmes en France. C'est sûr que les films, ils ont été plus
في فرنسا وحتى في الجزائر, خاطر الأول مرة معناه نخرجوا من كتب التاريخ وفا انكارني سي ايرو. وممكن زادة في تونس, احنا كنعرفوا زبانة في تونس ولا في المغرب كل شيء من غناية الشيب خالد وما نعرفوش حتى شكون كتبها, معناها بلاوي الهواري اللي فوالا بلاوي الهواري. دونك اسكو معناها سيت ريسبونسابيلتي لا نتي با ترو لورد باش تعملوا سو فيلم avec la liberté artistique et personnelle que vous avez en tant qu'interprète et en tant que, que réalisateur. Bon, non, tu prends Mesoulia Kbira, bien sûr. Bon, le film, on a essayé d'être objectif, le film. Je sais que ce n'est pas facile, même en Jazeera ou en France. Mais il a donné fait récemment appelé Mesoulia, on ne peut pas travailler, mais je ne peux pas travailler. Donc, on a mis à part avec Mesoulia ou la difficulté et tout. وشفنا في خدمة. سينون ما نخرجوش كاع من هذاك. هذه خدمة خمس سنين بحث مع كاتب عز الدين ميهوبي من 2007 من 2007 حتى 2012. وحنا حتى لما كنا نصوروا كنا مازلنا نبحثوا الوثائق الاخرى اللي وصلت مثلا لي ديتاي نتاع ليكزيكيسيون وصلونا اون سيمين افون لو تورناج دو لا سين. مازلنا باش نحكي جوستومون على الفيلم الحدث هذا اللي باش يخرج بروشينمون دون لي سال دو سينما زبنا مع ضيوفنا المخرج سعيد ولد خليفه والممثل عماد بن شني. بوست بيب وانا راجعين في زمن. En direct, deuxième partie, le magazine maghrébin. Aujourd'hui, nous avons eu un médecin. Nous avons parlé du film « Al-Hadath » Zabana, qui sera prochainement dans les salles de cinéma. Le mokhrej Saïd Ouad Khalifa et le mokhrej Imad Ben Chenni. Merci beaucoup. نحكيو على لافيت دو لا ميوزيك اللي البارح العالم اجمع احتفل بها. احنا عملنا طلع على الاجواء الاحتفالات هذوما في الكون مغرب ونبداو بالجزائر. تفرجوا البارح 21 جوان كانت لافيت دو لا ميوزيك اي لورغانيزاسيون بومب مان دي جي غاليب داروا ان ايفينمون اكسيبسيونيل في لاكورن دور بتي بازا. 24 اور دو سبيكتاكل نون ستوب من 10 تاع الصباح لحتى غدوه من داك على 10 تاع الصباح. 24 اور دو ميوزيك مع 40 دي جي اي 15000 سبيكتاتور ومعاهم شويه حفل. Comme c'est la fête de la musique, donc en tant que musicien, on a essayé de se donner à fond pour faire un spectacle musique le plus riche possible, le plus long possible aussi. C'est pour ça que ça a été imaginé et conçu sur 24 heures. Derrière l'Algérie, derrière le 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. Je suis là. Chaud, très chaud, autant que la température aujourd'hui. Le concept, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça en Algérie. Il faudra renouveler l'expérience parce que je pense que ça va être très bien ce soir. Et au moins, ils se démarquent les Algériens, pour ça, c'est bien. Musique raï, pop, électro, kulha kant hadra. Les DJ avec leur platine, deru ambiance mahboula. La fête de la musique fit Tipaza, Kent Heila, ou Al Shlala, Audouhan Al Marral Jay. De la musique encore et toujours, vous êtes bien, monsieur le Maghreb, avec vous. Oui, Fawaz, le jumhur, bidawihta wahta fal'ala tariqtou, bliyom l'alami l'musiqa fada asqala, had jumhur li sahar wahta nuslin ma mjmoua amil fennanin binhom Saïd Mouskir, mchoufou ajwa sahara fil reportage, warja'u lkoum. فضاء سقالة واللي كيف ما سبق قلت لكم كي تعتبر هو الروح ديال مدينة الدار البيضاء. كان شاهد اليوم على احتفال الجمهور البيضاوي بالموسيقى والموسيقيين. اجيو نشوفوا اش موش ديالنا اليوم. هاد الفنانين هادو اللي في العالم كله كيشوفونا اليوم بمناسبة العيد ديال الموسيقى، شنو نقولوا اليوم؟ نقولوا اليوم الحمد لله خصكم تشجعونا
تشجعوا هذا الشعب وتشجعوا هذا الموسيقى باش تبقى ديما الحمد لله ديما 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 المزيد وديما يكون الحمد لله الشهاد وديما تكون الحمد لله التراث الشعبية. سعيد مسكر واحد من لي زارتيست اللي غادي يكونوا حاضرين معنا في هذا الحفل هذا، هو جالس ترونكيل مع راساتو، يجيو نبرزطوه شويه. اليوم سعيد شنو جاي يقولوا لهاد المدينه القديمه؟ وجايب لهم نفس الالبوم كما كتعرفوا اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي للموسيقى، دونك الناس ديال المدينه القديمه ومام طون عندي واحد الحنين ديال هذا المكان هذا اللي هو صقاله اللي هو اللي درت فيه الكليب ديال ماما ماما، وان شاء الله هذا الكليب الجديد ديال الالبوم الجديد حتى هو غادي نديرو في هذا المكان هذا لصقاله. كل عيد موسيقى ومغربنا الكبير بألف خير. دونك فوالا كانت هذه احتفالية الجمهور البيضاوي باليوم العالمي للموسيقى. ميرسي زينب. سعيد مسكير جينا في ناس اسمها راهو عاود يجي ان شاء الله. مرحبا بك وقت يحب. سي سعيد نحكيو على الموسيقى اللي كانت مهمه برشا في فيلم زبانا، وعملت ترافاي دو ريشيرش نجم نقولوا سور لا ميوزيك ديبوك ولي شون باتريوتيك نتاع الوقت هذاك، كيفاش كان التعامل معها وتوظيفها جوستومون في العمل هذا؟ يعني من جهه كان نضال مسلح، ومن جهه اخرى كان نضال ثقافي. والمبادره بدات في السجون الجزائريه. فيها غناء يسميه غناء المنفى اللي استعملناه في الفيلم. دايوغ لسان في الحبس في السجون انتم صورتهم دون لا فغي بريزون ولا كيفاش؟ لا سيتي با بوسيبل. اون ا يو توت لي زوتوريزاسيون بور تورني بصح اون ا تروفي سيتي ان ديسون دو تورني دون لا بريزون افيك لي بريزونيي. انت الموسيقى كيفاش اكتشفت هذيك؟ ما كنتش تعرفها حتى معاش ليبوك هذيك، ولا نعرف كنت موسيقي وسلامور عماد. وي نو بون لا ميوزيك انا ما كنتش نعرفها بيان سور، كنت نعرف بلي موف دي زكريا كان معاهم في الحبس في السجن تاع بارباروس اللي كتب قسما اللي كتب قسما طبعا، و جافي اوكين ايدي زعما. مي ابخي جي ديكوفير لا ميوزيك هذيك لي شون باتريوتيك دو ليبوك. وانت سلامور؟ وي انا جيكري دو سلام سورتو. تنجم تكون معناتها تنجم اليوم حتى السلام نتاعك يتبدل بعد الاكسبيريونس هذيك؟ وي مازال ما يتبدل، مي بور المومون بالك ان شاء الله. توا باش نشوفوا اون سيليكسيون نتاع التصاور اخترناهم. ديابوراما سي بارتي. التصويره الاولى عرفتوا سعيد؟ لي لا بوانت. لي لا بوانت وي. لي لا بوانت. لي لا بوانت. شكون في كلمتين؟ علي لابوانت كان شاب يعني كان معزول اجتماعيا في الأول. ولما بدات الثوره بدات معركه الجزائر اختاروا يوسف السعدي في الفوج نتاعو الفوج نتاع المناضلين في القصبه، واصبح من رموز يعني الصمود في القصبه الكفاح. نشوفوا التصويره اللي بعد من هنا يا سي كاتب ياسين. كاتب ياسين لو غران كاتب ياسين. وي وي كاتب ياسين وكتب النصوص نتاعو وحط وعمل الاخراج نتاعو معناتها عمل ميزون سيل. عمل ميزون سيل يعني توت سي بياس اون ايتي انسبيري باغ لا غير دو ليبراسيون. من اللي بدا تعرفوا شخصيا؟ ايه لما كنت صحافي اخر انترفيو عملتها معاه. وي مي ان غون مسيو سيت اون ليجوند. نشوفوا التصويره اللي بعد. لا باتاي دالجي احنا اسمه زبانا ليكزيكسيون دو احمد زبانا عبد القادر فراج ايتي ا لوريجين دو ديكلونشمون دو لا باتاي دالجي. ولا باتاي دالجي سيتي لو ديبي دو لا ديفيت دو لارمي كولونيال في الجزائر. هاد لي ميليتير فرونسي وقت حبوا يعملوا يوريو المثل اون اكزيكوتون احمد زبانا ودوتر لو ميم جور، ولي الجزائريين قالوا بور شاك
Algériens morts, 1000 Français. Non, 100. 100 Français. Hormis les femmes, les enfants et les vieillards. يعطيكم الصحة كانت هذه ديافوراما ميرسي. شو معك كمان على الان والاوت وي كوم كل نهار جمعة الان والاوت نتاعي سوغا كونساكري الكتاب اللي بون اختفى في الكواليس ممكن ايادي خفيه الكتاب نحكي عليه اليوم هو كتاب عمل بوز كبير وذاك علاش ممكن اختفى في الكوليس هو كتاب ما فيغيتي حقيقتي اون فرونسي ان توكا ليلى بن عليف لي اديسيون دو مومون يخرج غدوه في فرنسا وسومه تقريبا 34 دينار ولكن دابخي اللي يقولوا في الكاتريم دو كوفرتور الفلوس نتاع الكتاب هذا بشارجو كل ميزون ديديسيون ومش للمؤلفه نتاعو خرجوا برشا اشاعات في تونس هالايامات اللي الكتاب هذايا باش يكون باش يتصنصر وقالوا اللي هو تشد في المطار اون رياليتي ليه تشد ا مومون ومن بعد عاودوا سايبوه واللي سايبوه عندهم الحق خاطر كان صنصروه راهو عطاوه اكثر اهميه من اللي لازم وخاصه راهو منع الشعب التونسي من ضحكه كبيره خاطر السيده ليلى بن علي في هالكتاب اللي بيان سور ما عنده حتى قيمه ادبيه اعطات صوره لنفسها ولعائلتها ولزوجها كانهم ضحايا صفيت الحسابات مع العباد اللي تكرههم خاصه سهى عرفات غطست كعادتها في البخور والدرشه وتفسير الاحلام ليه مثلا تحكي في حلم من حلماتها قالت حلمت اللي انا مع زوجي على الشاطئ وجاء عليه سرياتي وفي يده مسدس وزاد ردت على الطبيخ نتاعها اللي خرج كتاب في فرنسا قبلها هي معناها راهو ميزون ديديسيون فرونسيز قداش يحبوا يعطيوا برشا قيمه للفرانكوفوني وردت عليه وقالت تاريخ تونس ما ينجمش يكتبوا طبيخ ممكن حاجة ما خير نعرفش وقالت ليلى بن علي اللي مازالت تتبع فيه أخبار تونس على الفيسبوك والتلفزة والناس زادة يبعثوا لها أخبار تونس دونك سي كو ان ليفر دونتروتيان باغ سكايب و اوغوزمون ما تصنصرش خاطر بون حتى كان تصنصر ما ينفع حد شاهد موجود كله على الانترنت دايوغ انا قريته على الانترنت قبل ما نشد الكتاب اون تونك اوبجي وخاطر ثانيا كان فيه حاجه بيا انه يعطي اون اوتر فيرسيون ولا اون فيرسيون ما سمعناهاش قبل على ما صار في لو 14 جانفي رغم اللي عندي برشا تحفظات على صحه كل اللي قالته ممكن تبدل شويه حاجه. في ريزومي شنو اللي قالت بور لو 14 جانفي؟ اون بو با معناها فيرسيون اخرى معناها من اللي نعرفوا احنا معناها قالوا اللي بن علي ما حبش يمشي واللي هما لزوه وقالوا له باش يقتلوك عزيز وهذاك كل تنجموا تقراوا على الانترنت ولا اون اشتون لو ليفر. وثالثا واخيرا من مكاسب الثوره ان ما عادش نصنصوا الكتب وهذاك كان سبيسياليتي نتاع بن علي وحتى بورقيبه قبله شويه و بلوس راهي صارت اون غروند ايروني دو سور ليلى بن علي اللي قتلت روحها بوغ باش تصنصر لا ريجون دو كارتاج اللي دوبا ما تسيبوا المكاتب في تونس بدا لو 16 جانفي تبيع كوم دي بوتي بان انا نصنصروها دونك خليو كتابها في لي ليبريري ونخافوا زادة لا تولي هي زادة ضحيه وتعمل ووك وتعيط للجمعيات الحقوقيه انا دافع عليها دونك خليو الناس يقراو وتشيخ وزاد يسميز ان بو افيك دي شابيتر كوم كومون جو رونكونتري مون ماري ويراو يعملوا رايهم على الحكايه هذه الكل وكما يقول الفيلسوف الامريكي المعاصر اللي نحبه برشا نوام شومسكي ديفوندر ما ليبرتي سي ديفوندر لا ليبرتي دو مون انمي. ميرسي. دونك سونز انتيري الكتاب. ومن بعد الخروج يعني في السوق بعد رمضان بعد رمضان في الغونتخي نجم نقولوا في سبتمبر في الجزائر فماشي امكانيه باش نشوفوه خارج الجزائر مثلا فرنسا فما امكانيه باش يخرج في السلام دو سينما في فرنسا لا ايه فما دي ديستريبيتور فرونسي قالوا لكم وي 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 صافي صافي ان بتي بوز يعني كيما لا كيسيون لا سونسور Même si Annie, ce roman que j'ai lu mérite plutôt l'édition Harlequin qu'autre chose. Mais il y a quelque chose de français. Et Inch'Allah, on le voit aussi dans le pays du Maghreb. هذا يعني هذا المشكل سي ليديال يعني que nos films bon il va passer dans les festivals mais يعني on souhaite le montrer يعني au public Inch'Allah, à travers Nesma peut-être c'est une piste c'est une voie c'est une voie Merci beaucoup, Ligitola. Merci. Saïd Ouaïbed, à cette enquête, le mot de la fin.
Le mot de la fin, yani, c'est sans aucune démagogie. Yani, c'est quand même symbolique. Moi qui suis né en Tunisie, qui a vu naître la résistance algérienne quand j'avais 5 ans. Yani, la résistance algérienne en direction de la ligne Maurice, yani, du Barbelé. Je me retrouve aujourd'hui à Tunis pour parler d'une histoire, d'une page de l'histoire de l'Algérie. Yani, c'est un beau cadeau. مرحبا بك. وانت في تونس وفي نسمه اللي هي تلبست المغرب الكبير معناتها الدار دار كما نقولوا. عماد المولدفا. بون انا جو رومارسي بور لانفيتاسيون. جو رومارسي اوسي نسمه الجيري ثاني. و جو رومارسي كاع لي جون اللي نوز اون سوتنو. بوندون الفيلم هذا بوندون التورناج افون ميم ابخي ماتنون. اي فوالا. ميرسي بوكو. يعطيكم الصحه. زبنا فيلم الحدث بيانتو دون لي سال دو سينما بعد رمضان ان شاء الله اون الجيري. هكا وصلنا لنهايه حلقتنا الليله، نتقابلوا نهار الاثنين ديما اون ديريكت بيان سور من 7 ل 9 مع ضيوف جدد ومواضيع جديده. توت سويت برنامج ناس الخير. بون ويكاند. تشاو تشاو.